السلام عليكم البنات، السلام عليكم الأخوات. اللهم صل يا رب وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هالوصفة البنات غنحتاجو ليها إن شاء الله الخبز المربع، شوية ديال الفرماج، وهزو شاكوت هذاك الشيء اللي عندكم، السوسيس ولا إلا بغيتو ديروه غير بالكفتة وصافي. هنايا دوز درت غندير نحط شوية ديال الجبن المحكوك في المول ديالي كما تشوفوا معايا هنا في الصوره، وغادي نزيد عليه شويه ديال داند فيمي. هذا اختياري يعني، ماشي بوبسيف عليكم، الا ما بغيتوش ديروا غير هذاك فرماج محكوك وصافي، ما ديروش يعني ما ديرش هذا الشيء اللي درت انا، ولكن تيجي فيه ديك الريحه ديال يعني ديك الريحه ديال الدخان، تجي عندها ريحه زوينه، انا بعدا تعجبني، حتى الاولاد تعجب لهم ديك الريحه. غادي ننزل الخبز ديالي غنحطو عليهم هكذا بحال هاد الطريقه هادي، نبقى نحط ليها كامل، وداك الاطراف اللي بقى ليا ما عامرينش غنبقى نقطع الخبز، يعني نقطع باش نعمر غير داك الجوانب اللي ما معمرينش وصافي، ماشي بو يعني شوي باش تجي يعني بحال كل شيء عامر صافي. وغادي ندير عاوتاني غنحط داك الفرون هاد الجبن اللي فرماج فوندون، يعني غادي نحط فرماج شيدار بحال هاد الطريقة هادي. إلا ما عندكمش يعني إلا ما عندكمش البنات ديرو غير هداك، إلا ما عندكمش ديرو ما عندكمش البنات فرماج بحال هدا، ديرو غير البيشاميل وزيدو عليه الفرماج محكوك، يعني باش تعطيو ليكم داك طيب باش يجي طري فوندون يعني من الداخل. صافي هنايا غنحط الفرماج ديالي كامل، غادي نحط الشاركوتري يعني بحال هاد الشاركوتري، هزي داكشي اللي بغيتو نتوما، انا هزيت هذا ديال اللي فيهم الريحه ديال الفيمي ديال الداند، وانتوما هزو داكشي اللي عندكم في الدار. وغادي نزيد غادي نهز جوج ديال البيضات، وغادي نزيد عليهم شويه ديال المسكه، انا نشوف المسكه الحر، نواد موسكاد، شويه ديال الكوزه غنحكها غير شويه وصافي، وغادي نزيد فيها حتى شويه ديال اعشاب مناسبه، شويه ديال الابزار صافي، وشويه ديال الملحه فقط، وغادي نزيد فيه حتى شويه ديال القشده الطريه. غادي نزيد شويه ديال الفرماج المحكوك ونخلط كلشي صافي، كملت ما حطيت كلشي. دابا غنبقى نعمر غير داك الاطراف، غادي نعمر داك الاطراف باش يجي يعني مزيان صافي، بحال هاد الطريقه اللي تشوفوا معايا في الفيديو. نعمر كلشي وغادي نحط عاوتاني، غادي نحط هذاك الخليط اللي خلطتو ديال البيض وديال الاعشاب المنسمه، وفي شويه ديال الفرماج غنبقى نحطو من الفوق كامل، غنحطو عليه، وغادي نزيد عاوتاني عاود شويه ديال شويه ديال الجبن محكوك، شويه الفرماج محكوك صافي، ودخلوه الفران. بالنسبه للفران دخلوه على 180 درجه غير يتحمر وصافي، طيب يتحمر صافي حطوه، يعني ما تخليوش بزاف، تا الا خليتو بزاف غيولي لكم ناشف صافي. تاكلو بالصراحه، ديرهم شي مع شي سلطه ولا شي حاجه اللي بغيتو، ونقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي، وشكرا لكم بزاف بزاف، ما تنساونيش بالدعم ديالكم واللايكات ديالكم، شي تعليق يكون زوين بحالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.